المباريات اللي جايه دي، ما حتى مش عارف. داخليا او خارجيا اه باسماء في انا دول عندي يعني. اه في عندي 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 حاجه ان شاء الله، يمكن في الساحل الشمالي، وعندي حاجه في اسكندريه، وبعد كده عندي لفه بعد كده في اوروبا ان شاء الله. واتمنى ان احنا نقدر نحقق نجاح فيها اللفه اللي جايه دي.